ايه مالك حبيبتي؟ في حد قاعد في ليلة زي دي؟ كان نفسي ما بقاش لوحدي النهاردة، كان نفسي يبقى معايا أبويا وأمي وأحمد تاتا الله يرحمه. معلش حبيبتي، أنا النهارده هبقى أبوكي وأمك وأحمد وكل الناس اللي أنتي بتحبيهم اللي كان نفسك يفرحوا بيكي. دي رابع مرة بكلمها وما تردش عليا. يا اما نايمة يا اما بتعمل شوبينج. انا عارف اختي كويس. انت كلمتيها كم مرة من ساعة ما سافرت؟ ما انت عارف انا مشغولة قد ايه. اه طبعا، الله يكون في عونك. انا بكلمها كل يوم. ويا ترى بقى ايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ وحدة البام اتخلعت من جسم مودي وهو بيلعب في المدرسة. يبقى كده مفيش اي انسولين واصل لجسمه. الوحدة تركيبها صعب قوي، عشان كده كنت بتصل بيها عشان تعلمني اعمل ايه. اشمعنى ده يعني فريدة؟ هو من ساعة ما راكب البامب ولسه برضه ما اتعلمتيش تركبي له الوحدة؟ فريدة حاولت كتير بس ماما ما اتعلمتش. طبعا ما هيش فاضية. مش وقته الكلام ده. أحمد يعرف يركبها بنفسه؟ بعرف أعمل كل حاجة في البامب إلا دي. أصلها صعبة قوي، دي حقنة ثابتة بتتحط تحت الجلد. طبعا ولد زيه كده مش هيعرف يحطها لنفسه. يعني ايه بقى؟ الولد يفضل من غير انسولين لغايه ما فريده ترجع من لندن؟ الحل الوحيد يا شاكر انه نرجع تاني للحقن لغايه ما ترجع فريده. لا حقن تاني لا. اتصرف يا شاكر. اتصرفي انت، انا لازم اروح اسكندريه عندي شغل. ايه 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 حكايه اسكندريه؟ اشمعنى بقى؟ ما انت عارف كويس قوي ان الشغل ما فيهوش اشمعنى. رمزي بيروح كل مشاويرك. اه المشوار ده بقى بالذات رمزي ما ينفعش يروح بدالي. خبرتك يروح يدور على شركة صغيرة يشتغل فيها زي شركة صادق طنطاوي. حضرتك عرفت منين ان انا كنت رايح اقابل صادق طنطاوي؟ كل حاجة بتحصل في السوق انا بعرفها كويس قوي. زي ما عرفت انك انت اتخانقت مع شاكر وانا عرفت انك انت رحت لصادق طنطاوي. ايه ده؟ هو انا مهم للدرجة دي؟ ما تنساش انك انت كنت بتشتغل مع واحد من اكبر المنافسين في السوق. معنى كده ان حضرتك متابع اخبار 480 عامل وموظف اللي شغالين في الجروب بتاع شاكر علوان؟ لا طبعا مش كلهم، لكن الممتازين منهم. وانت مهندس ممتاز، شاكر علوان كان بيعتمد عليك في حاجات كتيرة. طب وحضرتك خلتني ليه الغي معاد صادق طنطاوي؟ انت عايز تفهمني انك انت فعلا لقيت المعاد؟ لا طبعا، انا فعلا قعدت معاه، ما كانش ممكن ان انا الغي الميعاد قبلها بثلاث دقايق. برافو كده، حسستني انك انت بتحترم مواعيدك. بس حضرتك لسه ما رديتش على سؤالي. انا محتاجك تشتغل معايا في الشركه هنا. ده شرف ليا يا ماهر بيه. وتاكد ان مستقبلك هيبقى معايا انا مش مع اي حد تاني. حد تاني زي صادق طنطاوي مثلا او شاكر علوان؟ بس انا سبت شاكر علوان.
بحيث تتصالحوا وترجع له تاني؟ أعتقد إن ده صعب أوي. طيب صادق طنطاوي؟ بصراحة أنا محتاجة فاضل بين العرضين. معنى كده إنك أنت عايز تعرف عرضي دلوقتي. ده لو ما كانش يضايق حضرتك. أنا هديلك مرتب قد اللي كان بيديهولك شكرا، بس وضعك هنا في الشركة هيبقى أفضل. أنت هتبقى واحد من مجموعة المهندسين اللي هعتمد عليهم في كل كبيرة وصغيرة. عايزك توعدي انك ما تسيبنيش ابدا مهما حصل. انا عايزك انت اللي توعديني الوعد ده. انا خلاص بقيت ملكك انت. وانا كمان بقيت ملكك انت. بس في الحاجات دي بالذات الراجل بيبقى غير الست. الراجل اللي بيحب مراته ومراته بتحبه مش ممكن اتخلى عنها ابدا. عايز تفهمني انك شايف الحب نوع من انواع الرجوله؟ الحب هو اساس الرجوله، عشان كده انا راجل موت عشان بحبك. المهم انت بتحبيني؟ بحبك اكتر لما احس ان انا متحميه فيك ومتقويه بيك. كريم، انا اول مره في حياتي اعمل حاجه حاسه ان انا مضطره اخبيها. هما اللي اضطرونا. المهم الإحساس اللي أنا اتحرمت منه. إحساس إيه؟ إحساس اللي كل بنت بتحلم بيه. عارف حبيبتي، كان نفسك في فرح وكوشة وزفة وكل الحاجات دي. مش الحاجات دي بس، حتى بعد ما البنت بتتجوز تبقى نفسها الناس تيجي تبارك لها وتفرح بيها، تبقى نفسها تتجوز وتخلف كل حاجة. أوعدك إن احنا هنتجوز في فرح كبير وهنعزم فيه كل حبايبنا، وتاني يوم الصبح هيقولي كلهم عشان يباركولك. عيني تفضل جنبي لحد اليوم ده ما يجي.